وضع ساعد واحد في الزود عنه وألف معول في تشييده. الجمع الكريم إننا في مفردة من ملحمة وطنية تسطرها الأحزاب المصرية اليوم، نعلن للعالم أن ما يواجهه الوطن يزيد من صلابة مصريتنا، ونثبت لقياداتنا أن الخلاف بيننا تكامل لنكتمل من خلفه مؤمنين بالخطى الرشيدة، ونؤكد لشعبنا المخلص أننا صنوف من شعور بالوطن يشكل وجدانه كاملا ويحمل آمال كل أبنائه. لكم مني كل التحية والتقدير والترحيب مرة أخرى داخل مقر حزب مستقبل الوطن، أن نتكئ على الحقيقة الوطنية الخالدة ونستند لثوابتنا الوطنية في اللحمة الوطنية أمام كل المنعطفات التاريخية. السيدات والسادة ممثلي الأحزاب المصرية الوطنية، ننطلق جميعا من اتفاقنا في الإيمان بكل ثوابتنا، فلا خلاف أن ثورة يونيو كانت طوق النجاة في استعادة وطننا المسلول، ولا خلاف في الإيمان بقائدنا البطل الذي نهض بوطنه من كبوته ووقف ليعيد بناءه. لا عجاج في اصطفافنا في حرب المصير مع الإرهاب وأعداء الإنسانية. ليس فينا من لا يوافقنا الحلم والأمل بمستقبل أفضل، وما بيننا أبدا من متقاعس عن خوض معركة المصير الوطنية ضد كل التحديات التي تحيط بوطننا الحبيب. كلنا يجمعنا الوطن، متفقون في الرسالة ومتحدون في الأمل، لذا نحن هنا غايات لوؤى مختلفة تحلق في سماء وطن واحد، جنود معركة الانتصار على الواقع الصعب والميلاد العسل. هذا يحمل سيفا وذاك رمح والآخر سهم، وكلنا جنود والانتصار في النهاية للوطن. واهم من يتخيل أن الوطن لن يكون إلا به وحده ووفق رؤاه وحده، وأحمق من ينكر المختلفون معه، وعميل من يحتكر الوطنية له فقط دون سواه. كلنا أبناء هذا الوطن العظيم، تجمعنا مصريتنا ونخط نحو مصير واحد، نعبد الله بأكثر من صلاة ونتعبد في محراب الوطنية بألف طقس ونهج، وكلنا مؤمنون وجميعنا وطني مخلص. إن الطريق الواحد تجربة قد تبوء بالفشل، والفوز لمن دخلوا من أبواب متفرقة والتقوا هناك بين يدي العزيز يؤيدنا الوطن.